سلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اول ما نبدا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. هذا النهار هذا ان شاء الله قررت غادي نهضر على الكارثه اللي وقعت في المغرب، على هذا الغلاء، على هذه المعيشه اللي حرروا على عباد الله في المغرب. هذا علاش جيت، لانه في الفيديو ديال الشهداء هضرت وباختصار، يعني غير فيت في، يعني حاولت انني نتجاهل، ولكن كنشوف بزاف ديال المسائل في السوشيال ميديا، في اليوتيوب، في انستغرام، اللي يعني هذا الشيء، يعني شغادي نقول لكم، تيقيس اللي هو فعلا ولد الشعب. ما غيقيش واحد من الطبقه البرجوازيه ولا عنده لي مويان ولا باش يحس بخوه في الضرر اللي فيه. هنا كيكون، هنا كتبين ان الانسان اللي كيقول قبح الله الفقر. شوفوا، معمر الانسان ما يلوم واحد اخر ولا يقول له علاش درتي هذيك ولا علاش درتي هذيك، حتى يعرف علاش، شنو هو، شنو ضاره اللي خلاه يتجه يدير ديك المسائل. هاد الناس اللي هاجت على سوق القنيطره ولا، حقا داك الشيء ما كيدارش، ولكن راه المسؤولين راه عندهم واحد النسبه كبيره في هادشي اللي واقع. اللي يوصل الانسان يدير بيدود الزيت، عطيوني عقلكم، بيدود الزيت تساوي ساعه ديال الخدمه في اوروبا، كو هذاك اللي في المغرب مسكين الله اللي يوصل لي يدير هاد المسائل، ديك 100 درهم كيخدمها النهار كامل. يعني غادي نقولها، فين هو الاسلام هنايا؟ عرفتي شنو هي تخدم ساعه د المكانه د الحفير ب 100 درهم نهار كامل؟ راه عباد الله، راه هاد البلاد اللي حنا فيها راه ما تنشكروهاش، راه حنا مسلمين، راه حنا مغاربه، راه اش غنقول لكم، عرفتي 100 درهم هنايا تيخدم بها مول السميك، وكاينه الناس اللي كتخدم اكثر من 100 درهم للساعه. يعني كيفاش ما يضركش خاطرك ملي تشوف هذا المنكر؟ راه المنكر بعينيه، انسان واحد بوحده هنايا ما عنده لا احمد لا محمد، تيشد 500 الاورو شهريا ومخلص له الكرا وعنده الدواء والطبيب فابور. كيفاش هاد المسؤولين ما شافوش انه راه غادي توقع كارثه في المغرب؟ ومع ذلك هاد الناس اللي كنهضر عليهم في اوروبا كياخذوا هاد الشيء، الناس اللي لي جون اللي ما خدامينش ولا، مع ذلك حتى هما ما حامدينش الله، كيتعاطاو البراكاج ويمشيو يديروا مسائل اخرى، مازال باغيين فلوس كثيره. كل واحد في المغرب مسكين 500 الف فرانك موظف كياخذها في المغرب. اذا هذا اللي تياخذ 100 درهم في النهار كامل، واش يشري بها خويا داك البيدود الزيت، ولا يمشي يقلي بها الشباكيه في هذا رمضان، ولا يشري بها القوام التسفوف، ولا اش بغيتو يدير، ولا يشري كوردي يقج راسو مثلا. راه كيدفعوا الانسان يدير بحال هاد المسائل. والله العظيم انا تنهضر مع الصبايا، يعني ما الدوله ديالنا تيجي لها العالم كامل، غنيه ما شاء الله، معروفه المغرب سان بي اكيون اللي كيجي ليه كلشي. اللي هضرتي معاه تيقول لك جيتي معاك، جيتي فاس، جيتي اكادير، دونك سان بي اللي هو تري كونو، راه ولات مراكش واكادير انترناسيونال. عيب يسمعوا علينا بحال هادشي. 100 درهم هنا في هاد البلاد مازال غندير عليها فيديو. كتشري بها يطرو الزيت وكيلو ديال الطحين وباكيه ديال الياغورت والفرماج وسنيده والسكر مقروط، قسما بالله يا تنجيبها ب 100 درهم وغنصور فيديو. كيف المغرب مسكين درتو له 100 درهم البيدود الزيت، واش نتوما زين فراسكم ولا ما فهمتش؟ انا ما فهمتش. يعني الناس اللي مكلفه شابعه ملايير، شابعه فلوس، كيفاش بغيتو يشوف الضعيف؟ كلشي كي تيصدع يجمع في الطرقان. وبلا ما نزيد ندخل في المواضيع، لان انا من القناه ديالي غادا غير شويه ما عنديش مع ندخل مع الناس في هذا، ولكن هادشي راه كيضر، هادشي كيضر في الخاطر اويلي. هذا الرميد بعدا انا اللي دايرينه للناس، ما شي حاجه يقدر يديرها، شي حاجه ما يقدرش يديرها. ما الهضره بزاف سكت، حسن لا حول ولا قوه الا بالله العلي هو العظيم.
معذرهم اخوتي حرقوا ومعذرهم يجيو في الزودياك ومعذرهم يجيو في الجيت سكي ومعذرهم يهجموا ومعذرهم يسرقوا في الطوبيسات ومعذرهم يبراكي وما لان الدوافع هادشي راه كدفعوا الناس دير الحماق. لا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه هادشي تيضرب بزاف الخاطر واللي بقى فيا اكثر هو جبتوه مع وجه رمضان. باقي الناس ما خرجت من الازمات كورونا تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يهز علينا هاد الشيء اللي نزل. وزيتو زدتو درتو للناس هاد الضربه هادي ديال زيت لوسيور حتى هي قالك داروا لها الكوليه وداروا لها الكواريت في انستغرام ودالعه وش غنقول لكم. لا اله الا الله. واش ما راعي وشي شويه الضعيف اللي ما عندوش راتب اللي تيخدم نهار بنهارو راعي ولاد العيال هاد الميناج مساكن اللي تيخرجوا من الصباح حتى العشيه باش يوكلوا دوك الوليدات. وعباد الله شنو نقول لكم راه هنا غادي تعرفوا علاش ولاد بلادنا كيهاجروا ويجيوا لهنا. اللهم كان كيقول لك المثال اللهم عس البلاد اللهم قطران بلادي ولا عس البلاد الناس. المهم بحال هكا على هذا الشيء. ولكن منين كيعيشوا هذا المر راه ماشي غيواجهوا الحياه بهذه الطريقه سلبيه. اللي بغى يحرق اللي بغى يدير يسرق اللي بغى لان كاين دوافع. والله العظيم الا هادشي تيضر في الخاطر ملي كتشوف بحال هادشي على بلادك شنقول لكم. وحتى هاد المغاربه ديالنا اللي جا هاد الحرب هذا وهما تما تنطلب الله يسلكهم بسلام والله ينزل الرحمه في القلوب والله يصبر والديهم ونطلب الله انهم يخرجوا سالمين غانمين الوالدين ديالهم ان شاء الله يا رب العالمين. لانه كنتبع شي لايفات ديال شي اخوان في تما ان شاء الله يا رب العالمين. ها اللي تحت الارض ها اللي مخبي هنا ها اللي مشى الحدود ديال رومانيا زعما شنو نقول لكم. يا ربي السلامه والعافيه. وهو جهد العواشر يا سيدي ربي حنن علينا القلوب وهز علينا ما نزل. لان منين كنشوفوا بحال هادشي يمكن علامه الساعه قريبه لينا بزاف. كورونا شوف الحروب كيفاش كتبدا. يعني لا اله الا محمد رسول الله. والله العظيم هذه يومين كنت جالسه غدا غادي تنقلب نقطع لولادي البيل لي فاكونس وحق الله العظيم وعيط لي راجلي اجي. قلت له بلاتي انا رانا خدامه كنقلب على البيل للدراري بحال هكا ويقول لي احبسي ما ديري والو. قلت له علاش؟ قال لي بالي غتشبك حرب. قلت له ويلي باقي ما خرجنا خويا من كورونا تهضر لي على الحرب بحال هكا. قال لي اجي تسمعي اش كيقولوا. والله العظيم الا اش غنقول كم اخوتي فلوسي ولاو تيمشيو غير في لي بي دابا شي ردوه ليا شي مازال وعاوتاني غنزيد الخل على الاخر. اللهم خليني نثبت باقي شويه وهادشي اللي كاين. المهم ان الله غفور رحيم. نضحكوا هادشي اللي عطى الله ما غاديش يعني الضرر معكم بقلوبنا ما كرهنا لكمش الغلب الله. واش غادي نقول لكم اللهم يسر ولا تعسر حتى الفيديو الجاي. المهم هضرت هكا انا كان منين كنجي ندير شي فيديو بحال هكا ما كنبغي نضر حتى شي واحد ما كنبغي نهضر في حتى شي واحد كنهضر اون جينيرال. الله يسر امور الجميع واللي ما عندوش الله يعطيه والله يزيدو والله يوفق الجميع. وفي هذا رمضان كنتمنى لكم الصحه والسلامه وراحه البال يا رب العالمين. راحه البال كنأكد عليها يا ربي من عندك وخفف على الجميع اللي عنده شي هم ويسر امورنا اجمعين. في الفيديو الجاي ان شاء الله وخليت لكم رحمه الله. وما تنساوناش الله يخليكم البارطاج فضلا وليس امرا يعني بالخاطر. وشكرا على الناس اللي كتزاد جديده لهلا يخطيكم عليا وسمحوا لي راه التليفون كانت بلوكا ليا وعاد مشيت شريت واحد اخر لانه كان بلوكاج ساتوري ما بقى ليا لا نصور ولا نزيد ولا يديك ولا يخليك. عاد غيرت الهاتف واللي طولت عليه راه غادي تجي النوبه ان شاء الله. خليت لكم رحمه الله حتى المره الجايه ان شاء الله.